أكثر من 4 دقائق على افتتاح 10 دقائق على افتتاح النريجة عبر رزان الصالح من وبعدها ب4 دقائق أضاف أحمد الأسعد الهدف الثاني من ركلة جزاء، وعاد الأسعد ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه مع الدقيقة 65 قبل أن يختتم مصطفى الشيخ يوسف رباعية فريق الشرطة قبل النهاية ب3 دقائق. بهذا الفوز رفع الشرطة من رصيده إلى 6 نقاط متصدرا فرق